اكد معالي المستشار احمد بن ابراهيم الملا رئيس مجلس النواب ان مملكه البحرين دوله القانون والمؤسسات ولديها مشروعها الاصلاحي المرتكز على ميثاق العمل الوطني الذي نال الثقه الشعبيه بالاغلبيه المطلقه وعبر عن الاراده الوطنيه الكاسحه بقياده جلاله عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وان مملكه البحرين لديها دستورها الذي ينظم العمل في كافه جوانب الحياه وان مسيره الاصلاح والديمقراطيه تسير بخطى ثابته وراسخه وان اي تعديل في القوانين والاجراءات يتم من خلال المؤسسات الدستوريه والسلطه التشريعيه الممثله في مجلس النواب ومجلس الشورى وبالتعاون مع السلطه التنفيذيه وفقا للاليات الدستوريه الصريحه وان اي محاولات للقفز على صلاحيات السلطات والمؤسسات الدستوريه والقوانين والاجراءات مرفوضه جمله وتفصيلا مشددا بان التحركات الاخيره من بعض الشخصيات السياسيه تعكس تحركا جديدا لجماعه ولايه الفقيه الايرانيه في مملكه البحرين ومن بعض المتعاطفين معها وانه لا مكان لايديولوجيا ولايه الفقيه في مملكه البحرين ولا مكان للمتعاطفين مع الافكار الراديكاليه مشيرا بان استمرار خيانه الوطن جريمه كبرى وكما ان خيانه الوطن مع الخارج جريمه فان خيانه الوطن من الداخل جريمه كذلك على السواء وغير مقبولة بتاتا ولن يقبل بها الشعب البحريني المخلص الذي يقف مع عاهل البلاد المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد وارتضى وعبر ارادته الدستورية نظام الحكم والعمل في سلطات الدولة وان شعب البحرين يرفض التطلعات الطائفية المتطرفة والتي تتعارض مع قيم الدولة المدنية. واضاف رئيس مجلس النواب ان محاوله مجموعه من الشخصيات السياسيه اعاده الاوضاع الامنيه والسياسيه الى الوراء لا يمكن القبول به بل ينبغي مواجهته دون تردد باعتباره محاوله جديده من خونه الوطن تستهدف اقتصاد البلاد وامن واستقرار الدوله والتماسك المجتمعي وأشار بأن من التناقضات الواضحة الممارسات المرفوضة لدى بعض الشخصيات السياسية التي تتحرك داخلياً وترفض انتقاد التدخلات الإيرانية في البحرين أو إدانة مواقفها السياسية في المنطقة وأن مملكة البحرين في الوقت الذي تحارب فيه أتباع ولاية الفقيه من الحوثيين في اليمن هناك من يروج أجندات ولاية الفقيه في البحرين ولا يمكن نسيان مواقف الشخصيات التي تورطت في التخابر مع السفارات الاجنبيه وعملت على تشويه سمعه البحرين في المحافل الدوليه. مؤكدا بانه قد حان الوقت لاتخاذ اجراءات صارمه وواضحه بحق من يتلاعب بالسياده الوطنيه ويعمل ضد الدوله بتكرار فشله منذ عام 2011 وانه لا يمكن اعاده الثقه لكوادر الجمعيات المنحله. ما دامت تعمل على تحقيق اجنده ولايه الفقيه ففي الوقت الذي تحارب الدوله الارهاب في الخارج فان اصحاب تلك الاجندات يحاربون الدوله والشعب في الداخل واوضح رئيس مجلس النواب ان المسيره الاصلاحيه في مملكه البحرين تمضي قدما بكل فخر وسمو وبكافه الممارسات الدستوريه والحضاريه في مختلف المجالات والاصعده محليا ودوليا وان الشعب البحريني في الوقت الذي يستعد فيه للمشاركه في الانتخابات النيابيه والبلديه المقبله وتعزيز مشاركته السياسيه في صنع القرار الوطني تخرج بعض الشخصيات ذات الافكار الراديكاليه والجمعيات المنحله المحظوره لتعقد اجتماعات سريه وتطلق تصريحات مرفوضه وتمارس انشطه سياسيه مشبوهه هدفها عرقله المسيره الاصلاحيه والتاثير السلبي على عمليه المشاركه السياسيه وهي تجاوزات مكشوفه يجب ان يتم التصدي لها قانونا بكل حزم وحسم حفاظا على مسيره المشروع الاصلاحي وحمايه للحمه الوطنيه وصونا للمكتسبات الوطنيه والديمقراطيه وعدم السماح للجمعيات المنحله لاعاده نشر وترويج غاياتها التي تستهدف تجاوز القانون وبث روح التفرقه والفتنه والمنصات الطائفيه في وطن يعتز بمبادئه الوطنيه وقيمه الرفيعه التي توافق عليها شعب البحرين في احترام القانون والتعايش والمواطنه والتسامح والعمل بروح الاسره البحرينيه الواحده كما كانت وستظل مملكه البحرين دائما وطن الجميع وفق الدستور والقانون. وما جبل عليه الشعب البحريني من احترام للاخر وما تعلمه من الاباء والاجداد والمؤسسين لمملكه البحرين ونهضتها الحديثه والعصريه للحاضر والمستقبل